أو مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدين المعاملة، وفي الحديث آخر إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. فتلقى أنه الجانب العلاقات مع الناس أو التعامل مع الناس يأخذ الحظ الأوفر والأكبر في المنظومة التعليمية. نعم، باش أعطيك فكرة على أنه الدين هذا ليس مجرد شعائر، وإنما هو معاملات أيضا وتعامل مع الآخرين، هو مراعاة نفسيتهم، هو إحسان إليهم وهكذا. ولعله واحدة من العبادات التي إلى حد ما ما نقولش يغفل عنها الكثير من الناس، لكن ربما ما يعطونهاش القيمة تاعها. لأنه احنا في الواقع تاعنا احنا رانا عايشين بجبر الخواطر، يعني احنا عشنا ونعيشوا وشفنا ورانا نشوفوا يوميا الناس يجبر بعضها خاطر بعض، يعني الناس يتواسون فيما بينهم، يتعاونون، يجبرون قلوب بعضهم بعض وهكذا. فهذا لكن يعني من جانب كونها أخلاق فاضلة ومعاملة حسنة، علاقات إنسانية. نعم، علاقات إنسانية، يعني ليس باعتبارها عبادة. والحقيقة أن هذا من أفضل العبادات عند الله سبحانه وتعالى. سفيان الثوري عليه رحمة الله يقول: ما من عبادة مثل جبر الخواطر، ما من عبادة مثل جبر الخواطر. يعني ما كانش عبادة يتقرب بها، ما كانش عمل يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى مثل جبر الخواطر. أن يواسي، يعني قلب منكسر، أن يقف إلى جانب إنسان يحتاج إلى المساعدة وهكذا. فهذا من أقرب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى. حتى أنه من يجبر بخاطر الغير يكون إنسان طيب. أكيد، أكيد. في طبعه هو الإنسان الذي يجبره، اسمع مليح، الإنسان الذي يسعى في جبر خواطر الناس هذا إنسان حساس، هذا إنسان صاحب قلب طيب، هذا إنسان يستشعر آلام الآخرين، هذا الإنسان يحس بالآخرين والمعاناة تاعهم، لذلك تجده يسعى إلى جبر خواطرهم ورفع هذه المعاناة الخفية. لأنه أنا نتكلم على القلوب، مانيش نتكلم على الحواس، يعني مثلا قال فقير مثلا محتاج مال، ولا مسكين محتاج دعم أو مساعدة، نتكلم على ألم خفي. هنا يتدخل الإنسان الحساس، الإنسان الرقيق القلب، الإنسان الذي يشعر بالآخرين، هذا الإنسان الذي يتدخل ليجبر خاطر أخي. وهذا كما ذكرنا من أعظم العبادات. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدخل على أهل بيت من المسلمين سرورا لم أجد له جزاء إلا الجنة. يعني أنك أنت تدخل الفرحة وتدخل البهجة وتذهب الحزن والألم والمعاناة المعنوية على المسلمين، وهذا من جبر الخواطر. فجبر الخواطر عبادة محببة وعبادة رقيقة وعبادة نبيلة وعبادة يعني يوفق إليها الإنسان اللي يكون عنده قلب محي، عنده قلب حساس، وعنده القلب التاعي إلى حد